استاذ باسم، عايز اسال حضرتك عن طبيعه المشروع اللي شغال عليه جولدن تاون في الموقع الاستراتيجي اللي احنا بنتكلم عليه. احنا المنطقه اللي احنا فيها عاملين فيها مولات تجاريه. المول بتاعنا اللي الباشمهندس رافض كان بيشرحه دلوقتي ده عباره عن ميكس ديوز، دور ارضي وثلاث ادوار تجاري، في مجموعه عيادات طبيه في مبنى منفصل، في مكاتب اداريه في باقي المبنى، وفي ثلاثة بسمنت تحت الأرض بيشيل حوالي 180 عربية. وفي مجموعة مخازن بتحوالي بتخش في 1000 متر. دي حاجات المبنى العام بتاعنا. طبعا الفاسيليتي جوه المبنى ان احنا عندنا المبنى العيادات الطبية ليه مداخل منفصلة وليه تجهيزات منفصلة. المباني الإدارية ليها برضو أسانسيرات وسلالم وخدمات منفصلة. التجاري عندي من الدور الأرضي والأول والتاني والتالت كلهم محلات تجارية، سواء فود كورت، سواء محلات ريتيل، سواء محلات فود اند بافريج، مطاعم وكافيهات في الدور الأرضي. دي كلها بنوفر لها احنا خدمات. عايز أسأل حضرتك عن ليه اخترتوا ان يكون في أماكن أو وحدات طبية في نفس المول التجاري؟ وجهة نظركم ايه في النقطة دي؟ اكيد طبعا النهارده لما بتيجي تروح عند اي دكتور في وسط بلد او في حته زي كده بتلاقي الزحمه الشديده في الطرق والزحام في الحجز والمواعيد الكشف. طبعا احنا بنوفر ان كل منطقه يكون فيها مجموعه دكاتره. تمام، بحيث انك تسهل عليك اجراءات الكشف. طب احنا كمان قدامنا ايه بيخدم معانا في العيادات؟ قدامنا مستشفى دولي. تمام، يبقى لازم الدكتور اللي موجود في المستشفى يتوفر ليه عياده. تمام، بحيث لو في كشوفات خارجيه خارج المستشفى لازم يكون ليه مقر ليه هو يدير منه الكشف بتاعه. تمام، برضو عندنا احنا اللوكيشن بتاعنا زي ما قال باشمهندس رافت عندنا ترافيك عالي جدا. لان منطقه الحي المال والاعمال ومنطقه البنوك وشركات البترول كله ده في حوالي اكتر من 100,000 موظف هيبقوا شغالين في المنطقه دي. مين اول حد هيقدر يخدم عليهم في السيرفيس في المكاتب الاداريه او في المحلات التجاريه او في المطاعم او كلام من ده؟ المول عندنا احنا اول صف اول قطعه على طول. طيب ولو اتكلمنا على البنى النهاردة احنا واصلين لقد ايه، كام في المية، ومتوقع ان شاء الله ان يتم الانتهاء امتى؟ احنا بنقول لكل العملاء ان احنا هنسلم في بعد 2.5 سنين، ولكن باذن الله ان شاء الله هنسلم قبل كده. احنا حاليا بدأنا في مرحلة الحفر. الحفر ده المفروض ان كان هياخد حوالي 2 شهر، بالطريقة اللي شغالين بيها مش هيقعد اكتر من شهر واسبوع. ان شاء الله بعد كده جهزنا احنا شركة اسمها شركة سيمكريت. طبعا دي شركة كبيرة ورائدة في مجال الخرسانات والتوريدات الخرسانية. تعاقدنا معها عشان هي اللي هتقوم بعمل الانشاء في المول. طبعا الشركة دي بتشتغل بأحدث ما توصل إليه العلم من علوم التكنولوجيا الجديدة في الخرسانات. خرسانات بتبقى صديقة للبيئة وموفرة للطاقة وبتستحمل أحمال وأعباء أكتر بكتير من الخرسانات العادية. حتى التكنولوجيا بقى ليها دور في الخرسانة. بالظبط كده. احنا بندور دايما، احنا كل الشركات اللي بنحاول نتعاقد معاها سواء في شركات إدارة، في شركات تمويل خرسانات أو شركات تشغيل، لازم نختار شركات ضخمة وليها سابقة أعمال قوية. يعني شركة سيمكريت دي من ضمن الأعمال اللي هي قايمه باعمال هندسيه كتير مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. مبنى وزاره الدفاع الجديد الاكتاجون هي اللي قايمه بتصميمه والانشاء بتاعه. اكبر محطه تبادليه للعاصمه الاداريه الجديده موجوده فيها. المباني الفنيه والخدميه لمحطه الضبعه النوويه هي اللي قايمه بيها. محطه القطار الرئيسيه السريع اللي هو عند فندق الماسا هي اللي قايمه بيها. انشاء بعض الانشاءات اللي هي في القريه الاولمبيه، منها استاد العاصمه الاداريه الجديده، فهي شركه ليها باع وصولات وجولات في الانشاءات على احدث مستوى. فاحنا دايما بنطور ان احنا نجيب الحاجه اللي هتدينا ميزه جديده، هتدينا احدث حاجه. احنا زي ما قال باشمهندس احنا بنشتغل دلوقتي في مدن الجيل الرابع. مدن الجيل الرابع يبقى انت لازم تواكب الوضع اللي انت دخلت عليه. صحيح. احدث انظمه البناء والتشطيبات، المبنى نفسه هيبقى صديق للبيئه وموفر للطاقه. دي كلها عوامل جديده احنا بندخلها في العاصمه الاداريه ما كانتش موجوده قبل كده.